مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قدم اليوتيوبر جو حطاب اعتذاره وهذا بنشره توضيح بعد حذف فيديو الحدود الجزائرية المغربية، وقد كتب جو: بعتذر من الجميع أنه الفيديو تم حذفه لأن الفيديو طلع عن هدفه. الفيديو كان هدف الأخوة والمحبة والتقارب والتعريف بالحدود، لأنه أنا عندي بالقناة سلسلة عن الحدود حول العالم، ولكن تحل الفيديو بطريقة سياسية من بعض الناس، ولما شفت أنه ممكن يعمل ضرر أكثر من أنه يعمل مودة مسحت الفيديو خلال أول 7 ساعات. إخوة دمجت حلقة الحدود مع تلمسان كان لديه الوقت ما تم تصوير تلمسان بالشكل المطلوب، وبعتذر من أهل تلمسان بسبب وصولنا 5 عصرا لتلمسان ورجعنا بنفس الليلة لوهران لأن طيارتي كانت اليوم لي بعده، وبالليل صعب تصور مدينة وتدهر جمالها. كان عندي نية نرجع نسوي وثائقي كامل. مغنية كانت مرورا على طريقنا لتلمسان، ودخلت السوق لأظهر تقارب الشعبين وأن في تداول بالبضائع حتى بالمغرب في وجدة، أكيد موجود نفس الشيء من بضائع جزائرية. وهران ما كان معنا تصريح فما قدرت أصورها مثل العاصمة وقسنطينة، والرحلة كانت بدون أي دعوة من أي جهة. وأخيرا شكرا لكل شخص فهم الفيديو بالهدف المطلوب من محبة وأخوة، إنما المؤمنون إخوة، وسلام. لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.